تعالوا نعمل الفرايد رايز مع بعض عشان وقتنا، ونشوف مقاديره على الشاشه. طاسه الرز المالي، الله، فرايد رايز مقاديره على الشاشه، بسيطه وسهله. شويه رز بايتين عندك في الثلاجه، كنت عامله ملوخيه للاولاد، عامله باميه وعدل الباميه وعدل الملوخيه، شويه رز، عدل الباميه او عدل الملوخيه، شويه رز مسلوقين. الرز مسلوق معانا ده اساسي. طبعا احنا ما كانش عندنا ملوخيه ولا باميه امبارح، فسالين الرز جاهز معانا اهو زي الفل. ومعانا كوسه، معانا جزر، حاضر يا فندم، ومعانا كوسه ومعانا جزر، ومعانا طبعا شويه زيت سمسم، والاساس هنا بصل اخضر. شيل كل ده انا مش عايزه عشان مخرجنا الجميل ما بيحبش الزحمه، وانا كمان شخصيا مش بحب الزحمه. وتعالوا نشوف ازاي هنعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. الشوربه على النار، عايز مخرجنا الجميل يدلعلي الشوربه كده وهي طالعه معايا، مش هقلبها دلوقتي خالص. اخبار النار ايه؟ حلو. تعالوا نقطع الخضار مع بعض واحنا شغالين كده. معايا كوسه ومعايا جزر، طريقه للرز بالشكل ده كده. نفس القصه كده، شرايح بالشكل ده كده، نفس القصة اهو. كوسة بتتقطع كده، جزر يتقطع كده، ممكن بطاطس تقطعها بنفس الطريقة. معانا الكوسة نقطعها نصين، نفس القصة. نفس القصة نقطعها كده. تعلمي ازاي تقطعي الخضار على الطريقة الصينية، والتنوع مطلوب، وان انا اجدد من المطبخ بتاعي مطلوب. ابدأ اقطع الكوسة كده. الاشكال بتاعة تقطيع الخضار دي في قلب الاكلة بتعمل بهجة، بيحبوها الأطفال، بيحبوها الكبار. بنروح المطاعم الصينية عشان نشوف الأشكال الحلوة الهندسية دي في التقطيع. طبعا ده مازن بلس مش هيجي يطلب أوردر يقعد يقطع الخضار ده. طبعا ده إيه؟ معانا إيه يا عم الشيف؟ حلو قوي. فلفل. الشوربة على النار. معانا فلفل اصفر، معانا فلفل اخضر. زي ما قلت لحضراتكم، ميزه الفرايد رايز ده الخضار بيلعب دور كبير فيه. بنحط الخضار كده فوق بعضه، ونرجع لمدرسه التقطيع. بيسموها طبعا في المصطلحات الطهويه جوليان. يعني ايه جوليان؟ يعني بالشكل ده كده. الطريقه لازم يكون سكينه زي اللي معايا دي كده، سطور عشان تديك الشكل اللي انت عايزاه ده كده. وهو تغيير يوم في الاسبوع، يوم في السنه، يوم في الشهر، زي ما انت عايزه. ده شويه الخضار، معانا بصل، والطاسه معايا بتسخن. هننزل بالخضار ده يا عم الشيف على معلقتين من الزيت مخلوطين بزيت السمسم، ويتم تحمير الخضار ده. هي دي المدرسة. معانا توم، معانا البصل الأخضر اللطيف ده كده. كل ده يا شيف عشان كده الطبق الرز ده أنا شخصيا بحبه، بحب دايما أعمله في البيت، وبقدم معاه بيض مقلي.
يا ويلي. ده بصل اخضر، عروق البصل الاخضر الطازه، الشوربه على النار مش فارق معايا، العجينه بتستوي في قلب الشوربه. شفت المطبخ الصيني وحلاوته ازاي؟ انا بلعب النهارده. خلاص كده تعالوا نشتغل مع بعض على النار. انا كنت ممكن اطلع بالخضار ده متقطع وجاهز، بس انا حابب طبعا اقطعه مع حضراتكم. مخرجنا حلو، جيب لي الشوربه ودلع الشوربه. طبعا النودلز او البيف تشاينيز بتاعنا عملناه من بدايه الحلقه، اعتقد ان احنا عارفين مقاديره كويس. يا ريت فريق العمل نطلع بمقادير البيف تشاينيز تاني عشان نذكر بيه الساده المشاهدين بعد اذن حضراتكم، لان المطبخ بتاع النهارده مطبخ صحي بسيط وسهل، في افكار بسيطه وحلوه. بنحط الخضره دي كده على وش الشوربه بالشكل ده كده. اهم حاجه الطاسه تسخن معايا. من علامات المطبخ الصيني الرز هنا مستوي جاهز. طبعا ممكن تكوني حضرتك احسن مني، الرز عندك في الثلاجه مفيش مشكله، جاهز اهوت. معلقه زيت صغيره، بنحط عليها معلقه زيت سمسم. ناخد الخضار بتاعنا الحلو، التشكيله الحلوه دي كده، الله زي ما هي كده تنزل. يلا بينا. الصوره الحلوه اهي، فلفله ملونه، كوسه على جزر على بصل، واجمل البصل عندنا بتاعنا الجميل الحلو، اذا بصل اخضر ولا بصل احمر ولا بصل ابيض. شفت الحلاوه؟ عندك جنزبيل حطي، بس يكون جنزبيل طازه. زي الفل يا عم الشيف، تسلم ايدك. الخضار ده يستوي مع التقليب. طبعا الطاسه دي مش بتاعه المطبخ الصيني عشان نبقى واقعيين مع بعض، الطاسه التانيه بتختلف والنار بتختلف، بس احنا طبعا ملتزمين بالنار بتاعتنا. شفت شكله الخضار عامله ازاي؟ لطيفه وحلوه. شفت الحلاوه دي؟ شوف الشيف هيعمل ايه دلوقتي. على نار شديدة. الله يسامحك يا عم الشيف، ايه الدلع ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ بولة. معانا من البيض ثلاث بيضات، اللهم صل على النبي. بناخد البيض ده كده بشوكة حلوة كده مع شوية بابريكا حلوين مع قليل من الشبت مع فص ثوم حلو، ونقلبهم حلو كده. جيب لي التفاصيل الله يوفقك مخرجنا الجميل حبيبي حبيب هارتي أسد زيت المصورين. شفت جمال المطبخ الصيني بقى؟ تغيير كده، سيبك من المسبكات والطواجن كده مره من المرات، ريح الفرن مره من المرات، ريح الصواني اللي عندك مره من المرات، ريح الرز المعمر مره من المرات، ناخده زي ما هو كده. يلا بينا ونسيبه على النار. بنغطيه هسه ونروق الكاونتر بتاعنا عشان نغرف الرز الحلو. الرز ده بعد ما يتغرف بنحط عليه شوية سمسم حلوين. فينك يا سمسم؟ معانا السمسم.
خلينا نشرح احنا عملنا ايه كده. في عجاله احنا عملنا المطبخ بتاعنا مطبخ صين النهارده، تفاصيله والماتيريال بتاعنا في متناول الجميع. معانا البصل الاخضر ده اساسي في الماتيريال، معانا شويه كوسه شويه جزر وده في اي مطبخ، معانا اللحمه بتاعتنا شرايح لحم كندوز من عند الجزار، قلت له قطعها لي عصافيري. يعني ايه عصافيري يا عم الشيف؟ يعني زي الكبده الاسكندراني. دي كلها طبعا مصطلحات. معانا شويه فلفل الوان، وعملنا شكل جديد النهارده، وعملنا مطبخ جديد ولطيف وجميل، والطعم جديد والطعم مختلف. اذا كان لضيوفنا جوز بيسافر وبيحب الاكل اللي بيشوفه بره طبعا، مضطر ان هو ياكل في مطاعم هناك، فبيرجع لازم يلاقي مفاجاه. وتجتهدي وتتابع القناه الاولى، لان الشيف المغازي متنوع كل يوم بياخدك مطبخ مختلف. تعالوا نكمل مع بعض الفرايد رايس ونشوف البيض اخباره ايه. هو ده انا بعمل ايه. في النص النار الشديده. انا عايز البيض يبان علامته في قلب الرز، مش عايز اقلبه بالخضار غير لما يديني شخصيته. يلا يا نار، شفت الحلاوه؟ الله، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. ونقلب. ننزل بالرز بتاعنا. تسلم ايدك يا والله. طبق الرز ده للامانه تحط لي بقى ديك رومي، تحط لي فخده ضاني، الجو اللي احنا عارفينه ده وجو التكلفه ده انا ماليش فيه للامانه. الطبق ده فيه كل حاجه، فيه كل التفاصيل. بتدوري على بروتين هتلاقي، بتدوري على تشكيله من الخضار هتلاقي، بتدوري على فكره طهويه جديده هتلاقي، كل ده هتلاقيه في قلب الطبق بتاعنا. مخرجنا بيقول لي عايزك تروق الدنيا عشان عاجبه الشكل، مش حرمك من حاجه. الله، اوعي يا امي تحطي ملح على الرز اللي انت سلقاه. طب انا يا شيف بوغاز زي ما قلت عنده رز في الثلاجه وكان جاهز الطعم، وطبعا مملحاله ان كنت عامله دقيقه باميه للاولاد او عامله شويه ملوخيه حلوين وعايز اعمله زي ما انت عملت. ترفعي ايدك من الملح بقى هنا خالص، خلي بالك لا تحط صويا صوص ولا تحط اي حاجه خالص. ناخد الرز بتاعنا ده كده نغرفه مع بعض. في البروتين، فيه جا منين البروتين يا عم الشيف؟ جا من البيض. جا اوميجا، في اوميجا 3، فيه جا اوميجا 3 منين يا عم الشيف؟ من زيت السمسم. ده كانك اكلت جمبري. طب ده كده مكانه، اللهم صل على النبي. يلا بينا يا شباب. شفتوا الرز مع بعض؟ زي الفل. طبعا نازل في قلب الطبق بيتكلم مصري، اي نعم هو من المطبخ الصيني ولكن معمول بخفه دم مصريه. مطبخنا النهارده تفاصيله بسيطه وسهله، قيمته الغذائيه عاليه جدا، صحي نقول، شكل جديد نقول، عشان كده بنشوف كل يوم على شاشه القناه الاولى مطبخ مختلف.